بس يا نمق جديد وحلقة جديدة. واليوم يا حبايبي راح يكون عندنا قوة اليد الخارقة. عندي قوة خارقة في يدي. هذه لعبتنا اليوم راح تكون الفكرة بالطريقة هذه. مملكاتكم لعمكم. يلا يا جماعة خلينا نبتدي مع بعض في اللعبة. هذه اللعبة قدامنا حاليا. يلا نضغط عشان نبتدي مع بعض. انا قاعد اركض. اقدر استخدم القوة حقتي قوة النار. اتوقع اني قاعد اضغط والله. اوكي ضغط الحمد لله عدت. زين هذا جاهز جايني خذوه. وهذا اللي بعد يا سلام عديناهم. والحين اوكي اتوقع ان احنا كملنا اول ليفل تمام. ما نبي اي شيء من الاشياء هذه. نبي نروح للليفل اللي بعده. طبعا فكره اللعبه مثل باقي الالعاب كل ما خلصنا ليفل راح نحصل فلوس. هي الفلوس الحين اللي موجوده معي تقريبا معي 15. اقدر في هذه الحاله اني مثلا ازيد القلوب حقتي. ممكن اتوقع ان ازيد موضوع الفلوس حقنا ان كل ما خلص ليفل نحصل فلوس اسرع. فانا اتوقع اول شيء راح اسويه راح الفل هذه او الفل القوه حقتي. فنبتدي مع بعض في الليفل اللي بعده. الحين نقدر نغير القوه حقتنا. هي القوه الاوليه. القوة الأولية أتوقع أنه ممكن تخلي الواحد يصيح. أوكي وهذه النار. أوكي النار تشويهم يخليهم يموتون. فأنا هدفي أن أنا أتوقع ما أصيحهم. أنا هدفي أن أنا أخليهم يودعون الملاعب بالطريقة هذه. خلصنا على هني نروح نهجم على اللي قدام. إيش لابس لابس خوذة. أوكي فجر هذا فيه. بوم أوكي اللي بعده دمر هذيله. عطني هذا خلينا نستخدمها. أوكي استخدمتها متعمد ونعطيه الأخير. أوه الحبيب طاح تحت. انتهى على طول الليفل اللي بعده. الحين الفلوس بتكون أسرع. أوه 83 لكن ايضا الاشياء صارت اغلى. اوكي خل كل شيء على جنب. ايش راح اسوي؟ راح ازيد الفلوس. انا دائما اسوي الحركه هذه نزيد الفلوس عشان نحصل فلوس اسرع كالعاده. او معاهم اسلحه. مع لا 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 اوكي جلدت الحمد لله. معاهم اسلحه ترى وهذا الشيء نوعا ما راح يكون يصعب علينا الموضوع شوي. شوي الجماعه نروح للي بعدهم. في واحد عملاق. واحد عملاق خلصنا عليه. انجي للنهايه المفروض. والحين نكمل الفلوس اللي بنحصلها. اتوقع الفلوس اللي راح نحصلها وين تكون مكتوبه وما ادري صراحه. ما ادري وين الفلوس اللي بنحصلها. المهم 100 نزيد بعد الفلوس. بعدنا ما وصلنا لمرحله ان احنا نطور من نفسنا لان احنا حاليا اقوياء لحد الحين يعني. المهم جانا هذا. ايش وضعه؟ هذا ما يتدمج بهالطريقه. لازم اصيحه اتوقع تالي ممكن اتفاهم معاه. فاللي معاهم دروب. دقيقة وادعوا دقيقة. المكعبات تفجرون. المكعبات اتوقع ما يتفجرون للاسف الشديد. العملاق خذ لك يا حبيبي رشاش اللي بعد. اوه مع سلاح خلصت عليه واقدر الحين اعدي المنطقة هذه. الحين كم الفلوس اللي راح نحصلها؟ اتوقع الحين ممكن يكون عندي اول تطوير راح اطوره. فاذا راح اطور هذه ونطور هذه بس تطويرة واحدة كل ليفل. اوكي يلا صرنا ليفل 2 الحين. لا 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 هي شنو؟ هي ما ادري شنو. زين خلينا نجرب هذه. ما تموت. لا هي بس تطير بعيري. قلت تصيح. لا يا حبيب خذ لك يا فاشل. المفروض انه جدا قوي. لا 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 ما تمشي معانا ما تمشي معانا. انقلع يا حبيبي انقلع. بس يلا الحين كملنا هني ووصلنا المفروض لشنو. خلنا نشوف فلوسنا. 200 اوكي 200 نزيد الفلوس. انا واثق من اللي قاعد اسويه. اللي بعده خذ انت خذ بعد. نجيب اللي تطير ونستخدمها على الجماعة اللي موجودين. سلام عليكم. انا عندي القدرة هذه لازم استخدمها بالطريقة اللي احسها مثالية. اتوقع حاليا يموتون. لا الحين ما يموتون لان ما وراهم شيء يطيحون منه. فانا لازم احاول اني اخليهم يودعون. خذ بعد. اوكي في واحد ورا. سلام عليكم حبيبي جاي ليش؟ انت ليش متعب نفسك؟ هذيل لازم نطيرهم. هذيل لازم نطيرهم بالطريقة هذه. اوكي خلاص اذا النهاية. والحين اتوقع اني ممكن احصل كمية فلوس جميلة جدا. يلا نكست. والله يا جماعة لازم اطور الفلوس وبعدين الاسلحة. انا الحين تقريبا خلصت فلوس اللي موجودة معاي. لكن دقيقة هاي تموتهم. هذيل اللي معاهم دروع يموتوا لانهم اصلا هم اتوقع يعني فكرتهم انهم من نار. او الدرع حقهم حق نار يعني بالطريقه هذه. فما يموتون من النار. فهمتوا يا جماعه الفكره؟ هاي الفكره. اوه سلام عليكم. في ناس هناك ورا انا راح اطلق عليه قبل لا اوصل حتى. روح يا حبيبي انقلع. اوه معاهم ار بي جي. ماتوا. اوكي الحين ماتوا. معاهم ار بي جي. مشكله اذا واحد معاه ار بي جي. الحين كم فلوسي؟ حصلت 200 مباشره من اول ليفل لعبته. نطور القوه حقتنا ونطور ايضا القلوب حقتنا. الحين احنا المفروض اقوى بكثير. شلنا هذيل. هذيل لان مثل ما قلنا لكم من نار. فاحنا محتاجين ان احنا نطيرهم وننزلهم تحت. يلا سلام عليكم. نرجع هذه بعد. اوه فجر هذه.
تستخدم الحين هذه الخضره، الخضره تموتهم على طول عادي. هي الخضره عباره عن كهرباء، اوكي الحين بديت افهم الافكار نوعا ما من الاشياء اللي موجوده. الكهرباء تكهربهم على طول فيودعون الملاعب. اوكي انزين، الحين تقريبا عندي 264، ما اتوقع اني اقدر اطور موضوع الفلوس، اقدر اطور الشيئين هذيل اثنينهم. فانا الحين صرت جدا جدا قوي، والتكتيك حقي انا حاطه في بالي قاعد فعليا يصير، يعني تكتيك ان انا اصير قوي بعد ما طبعا اخذت الفلوس تقريبا. فهذا الشيء فعليا قاعد يضبط الحين. خلصنا على هذيلا، هذيلا ماتوا قبل لا اجي لهم. يا ساتر، انا بعيد كنت. وصل لهم كل شيء، يلا بسم الله. 200 حصلنا كل شيء هني، نطور هذه وما يمدينا نطور الثانيه. طورت القوه حقتي لكن واو عددهم كبير، طيرتهم كامل. وراح نطير اللي ورا، ما بشوفكم، ما احتاج اشوفكم. سلام عليكم، ما احتاج اشوفكم، ما احتاج اشوف، انا قاعد اجننكم بس. ها شنو ايش قاعد يصير؟ اوكي هذا باقي، هذا اوكي انقلع بس، انقلع بس برا. اوكي خلص عليهم كامل بدون ما اذبح واحد بالرصاص، طيرتهم برا. حصلنا 400، اتوقع الحين وقت اني اطور الفلوس. ما قاعد اطور هذه، لكن الحين الفلوس حقتنا المفروض تكون صاروخيه. يلا يلا اللي بعده، اللي بعده. هذيلا ما راح اخليهم. طيروا يلا سلام عليكم. انت ايش قاعد تنتظر؟ يلا اوكي نجيب الحين قوه ثانيه، ناخذ قوه الكهرباء. انا كنت بموت. خليهم يقرمون. اوه ماتوا على طول. وهذا نعطيه واحده بعد اللي وراه. تعال كهرب 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 كهرب. يا سلام كهربنا. هذيلا خذ هذه. خلاص خلصنا هني. كنا نشوف شيء ورا لك ناخذ الاشوه. كم الفلوس اللي بنحصلها؟ اتوقع بنحصل فلوس كثيره جدا، 273. راح اطور هذه لان انا من زمان قاعد انتظرها عشان اطورها. انتوا موتوا اثنينكم، بننزل تحت لهذيلا. خلنا نكهرب كهرب كهرب كهرب. العملاق راح. اول شيء تسوي تطلق على هذا اللي وراه. بوم، هذا ايش وضعهم؟ اوه شفت الكهرباء، شفتوا كيف صارت عملاقه؟ ما ادري كيف. المهم وصلنا الحين. دقيقه الحين لو مثلا اضربه هني ما حصل فلوس اكثر يا اخي، للاسف ما حصل فلوس اكثر. زين عندي 299، راح ازيد قوتي. خلينا نشوف مع بعض. عندي قدره جديده؟ لا ما عندي قدره جديده، بس قدراتي اتوقع انها صارت اقوى من قبل. خلينا نستخدم هذه ونطيرهم برا. يلا سلام عليكم، طيرناهم برا. نرجع مره ثانيه للقدره العاديه هذه، فجرهم. سلام عليكم. هذا كهرباء. انا قوي الحين، جدا قوي. خلينا نشوف العملاق كم ضربه. واحده بس لاني صرت قوي، صرت قوي لدرجة ان بس ضربة واحدة من هذه قالت الحبيب مع السلامة، انتهى موضوعك. هني ما اقدر اطور، ليش ما اقدر اطور؟ اوه اضرب. اوكي باقي هذا ميت. اللي بعده هذيلا، انت خذ انت بعد، خذ اثنينكم. خلصنا عليهم. هذيلا واجد. اوكي انا متحمس الليفل اللي بعده. هذا راح يكون المفروض ليفل مو طبيعي. اي دمجت، والله دمجت اول مره اتدمج. 400 حصلت 400. تطور لي القلوب. اوكي اوه شوفوا يا جماعه، ورا في واحد ينتظرنا. خذوا انتم رصاصكم. يلا سلام عليكم، نروح للي بعده. اوكي من زمان ما استخدم النار، النار ضربه واحده هذيله. وهذا كم ضربه؟ خلينا نشوف. واحده. لا هذا ميت. ما انت شنو ما ينفع. ما ينفع الموضوع. الحين المفروض احصل فلوس كثيره 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 جدا، ولا بس 300 مو واجد، توقعت اكثر. يعني راح نلعب هذا الليفل كاخر ليفل، بس دقيقه كانه في اشياء. لو جمعت فلوسي نقدر اغير القبضه حقتي تكون قبضه ثانيه احلى بكثير من القبضه اللي موجوده معاي. يلا نلعب اخر ليفل يا حبايبي، الليفل هذا. يلا سلام عليكم. يا ساتر. اوكي روحوا لهني، وادعوا يا جماعة. كفو خلصنا عليهم، نروح للي بعده. فجر هذا. بوم يا سلام يا جماعة، خلصنا على اللي هني. شنو بعرف؟ في واحد انت جاي لي من ورا، انت جاي ليش؟ هذا اثنين، واحد سيد صيدهم. سيد ايمك. لنار نسيت النار. نسيت الموضوع، راح عن بالي. اوكي خلصت عليهم بعد ما طيحتهم من تحت، والمفروض خلصنا الليفل هذا. صار عندنا فلوس كثيره جدا جدا جدا. طبعا اذا تبون حلقه اخرى كتبوا لي تحت، راح اطور الشيء اللي تبونه المره الجايه. تبونا نطور
القوة حقتنا ولا نطور الفلوس ولا نطور القلوب؟ كتبوا لي تحت. أتمنى عجبكم المقطع، ضغطوا زر لايك واشتركوا في القناة، ونشوفكم على خير إن شاء الله بمقاطع أخرى من اللعبة هذه والألعاب ثانية. مع السلامة. اللايك أمر مهم، ضقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.